عليكم. انا من سعيده أوحاج من القطاع ديال تنكاف وصالون طبيعه الحال. شنو نقول لكم بالنسبه لليوم؟ هذه الوقفه ديال اليوم على اساس باش تلقوا لينا قطع الحفالات، لان الناس راه تضروا بزاف، وكاين الناس اللي ما فهموش ان هذا الشيء غادي يطول، ومشاو انهم كيبريباريو على حساب العام الجديد ان شاء الله. كانوا زعما طامعين باش يكون العام مزيان وهذا. دونك شنو مشاو الناس دفعوا خدا ماتاريال جديد، دفعوا الشيكات على اساس انهم غادي يخدموا، غادي يخلصوا الشيكات ديالهم، ولكن تفاجؤوا بهذا الشيء انه طول، وناس غرقوا كريديات، بقاو على اساس انهم باش يستمروا بقاو كيغرقوا كريديات وكياخذوا كريدي من مورا كريدي. الناس راهم غرقوا، يعني وصلت بهم لواحد الحاله انهم غادي يبداو يبيعوا حوايجهم او باعوا حوايجهم باش يستمروا، والكراوات مجموعين عليهم، الشيكات، يعني كاينه مشاكل كثيره بزاف، ولا ما داروش لهم معاهم شي حل، يعني هذا الشيء غادي الناس غادي يوليو في واحد الحاله ماشي هادي. كون عير يعطوهم مثلا عام ولا عامين ولا 3 شهور ولا 4 شهور اخرى انا معاد غادي يبداو العمل ديالهم. ممكن الواحد يصبر ويشوف شنو غادي يدير، واش غادي يبدل الدومين ديالو، يشوف يدير شي حاجه اخرى من غير حتى يبدا هذا الشيء عاوتاني. هذا الشيء بقى غامض، يعني ما كاينش وقت محدد باش انهم غادي امتى غيبداو ولا امتى غادي هادشي ينتهي ولا هذا، يعني هادشي باقي غامض.